النشرة الرئيسية من الفضائية التربوية، مساء الخير. والبداية من العناوين: وزارة التربية تقيم دورتان تدريبيتان بكرة اليد للذكور والإناث. مديرية التربية في القنيطرة تؤهل 13 مدرسة. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. بهدف رفع سوية أداء مدرسي ومدرسات التربية الرياضية، تنفذ وزارة التربية دورتين تدريبيتين مركزيتين لمدرسي ومدرسات التربية الرياضية والمدرسين المساعدين والمدرسات المساعدات في لعبة كرة اليد. يتم خلالها الاطلاع على آخر مستجدات هذه اللعبة وما طرأ عليها من تعديلات، وذلك في مديرية تربية حلب دائرة التربية الرياضية، ويشارك فيها من كل محافظة مشاركتان اثنتان لدورة الإناث ومشاركان اثنان لدورة الذكور، في حين ترشح حلب 15 مشاركا لدورة الذكور ومثلهم لدورة الإناث. وتستمر دورة الإناث التي بدأت في الثالث من شباط الجاري وتستمر حتى 12 منه، فيما تبدأ دورة الذكور من 13 من شباط حتى 22 منه. أعادت مديرية التربية في القنيطرة 13 مدرسة في تجمعات أبناء المحافظة بدمشق وعريفها وعلى أرض المحافظة إلى الخدمة بعد إعادة تأهيلها وصيانتها بتكلفة بلغت 600 مليون ليرة سورية. وأوضح مدير التربية عماد الأسعد أن الورشات الفنية انتهت من أعمال الصيانة والتأهيل في 13 مدرسة خلال العام الدراسي الحالي، مبينا أن خطة المديرية تتضمن تأهيل 48 مدرسة في تجمعات أبناء القنيطرة بدمشق وريفها وعلى أرض المحافظة بتكلفة تقديرية تقارب 1.4 مليار ليرة سورية. مدير التربية في حماة يعقد اجتماعا مع مديري دورات التقوية في المدارس المعتمدة تمهيدا لانطلاق دورات الاستلحاق التي تقام بالتعاون بين وزارة التربية ومنظمة اليونيسيف. وليد سلطان والتفاصيل. استعدادا لانطلاق العمل بدورات التقوية لطلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي 2020-2021، عقد مدير التربية في حماة اجتماعا مع مدراء الدورات في المدارس المعتمدة. أكد مدير التربية على اختيار الطلاب من ذوي الشهداء والمهجرين ومن لديهم فاقد تعليمي. انطلاقا من حرص وزارة التربية على طلابها وتعويض الفاقد التعليمي لدى بعض الطلاب الذين هم بحاجة، طبعا أطلقت وزارة التربية دورات الاستلحاق، دورات التقوية للشهادتين الإعدادية وشهادة التعليم الأساسي والشهادة الثانوية العامة بفرعها العلمي والأدبي. طبعا لدينا في محافظة حماة 15 مركز بحدود 1500 طالب سيلتحقون بهذه الدورات. طبعا هي دورات مجانية بالكامل، تم تجهيز هذه المراكز بمستلزماتها التعليمية، تم تدريب المدرسين بشكل أمثل. هل تم توزيع الجغرافي للمراكز الدورات؟ طبعا تم توزيع المراكز وفق التوزيع الجغرافي للمناطق في المحافظة على كافة المناطق في محافظة حماة، وطبعا هناك معايير لقبول الطلاب في هذه المراكز وفق الحاجة والأولوية. كما تم التأكيد على حسن استقبال الطلاب وتأمين الأجواء المناسبة لهم لمتابعة تحصيلهم الدراسي والالتحاق بزملائهم. نحن هدفنا بالأول والأخير أنه نحن نعوض الفاقد التعليمي، يعني نحن طلابنا عانت كثير من هالتقصير الدراسي، فلذلك نحن عم نرحب بهيك دورات لمشان نعوض الفاقد التعليمي اللي هن طلابنا بيأمس الحاجة له، ونتأمل من الله أنه يعني أنه يكون في نتائج تكون مرضية للجميع. تقام الآن دورات الاستلحاق من أجل تعويض الفاقد التعليمي، والتي تقام بالتعاون مع اليونيسيف ومديرية التربية، وطبعا هذه الدورات لها الأولوية لأبناء الشهداء و المهجرين وذوي الحاجة. طبعا يذكر أن وزارة التربية أجرت العديد من الدورات للمدرسين الذين سيدرسون في هذه الدورات وفق طرائق التدريس الحديثة، حيث بلغ عدد المدربين في حماة 150 مدرسا. هذا وتنطلق دورات التقوية اعتبارا من الثاني من شباط ولغاية الأول من شهر نيسان القادم من العام 2021. وليد سلطان، الفضائية التربوية السورية، حماة.
وفي السويداء وتنفيذا لهدف وزارة التربية من المناهج المطورة، مدرسة مادة الفيزياء حنان الدبيسي تفعل دور المخبر المدرسي ودور المتعلم كمحور في العملية التعليمية من خلال تنفيذ المشاريع واستخدام الوسائل التعليمية في ثانوية الشهيد محمود نصار. سمهر دنون وهذه التغطية. تتحدث الطالبة جوليانا الإجغامي عن الأدوات التي استخدمتها في صنع خلاط تطبيقا لدرس الاستطاعة والعمل في مادة الفيزياء بالصف الأول الثانوي العلمي في مدرسة الشهيد ممدوح نصار بالسويداء. اشتغلت خلاط من مخلفات الطبيعة، مكوناته نوع علبتين ومحرك سيارة وشاحن موبايل وشفرات حلاقة. هاي المبادرات طبعا هي تطبيق للمناهج الحديثي، هي عمل مشترك جماعي بين الطلاب. طبعا مشكورين زملائنا المدرسين بالبحث بين الطلاب على هاي المواهب، تشجيعها تطويرها. الشغل الأهم من هيك هي حافز عمل لكل طالب وكل مدرس لما بشوف فيها إبداعات هيك عند طلابنا هذا الجيل اللي إحنا لازم يعني نعرف مفاتيح تفكيره ومفاتيح موهبته إبداعاته. حافز عند كل زملائنا الطلاب والمدرسين لنصل لشيء أفضل ونطور نحن بمنهجنا، يعني نحن عم نبحث عن عملية تعلم وليس تعليم. تستخدم المدرسة حنان الدبيسي الوسائل التعليمية لتفعيل دور المخبر المدرسي بما يعزز المعلومة لدى الطالب. الفكرة المهمة فيها إنه نحن قدرنا نعمل عامل التعاون بين الطلاب، يعني مجموعة من الطلاب عم بيصمموا مشروع عم بيقدروا يساعدوا بعضهم بالمعدل وبالمجموع بنكون حققنا فكرة التعاون. فكرة ثانية ربطنا بين الواقع وبين الشيء اللي عم ناخذه بالكتاب وهالشيء اللي كلنا عم نطمح له طبعا. وبالاخير بالنسبه لي لما بشوف ابداعات الطلاب هون نجاحهم يعني نجاح بالنسبه لي. التجارب هون بمخابرنا كامله ومهيئه لكل الطلاب انه يقدروا يشتغلوها ويشوفوها على الواقع مو بس نظري. لذلك انه دروس الفيزياء اجمل شيء تنعمل بقاعات المخابر، والكيمياء نفس الشيء وحتى العلوم. يندرج تطبيق مشاريع المناهج المطوره ضمن هدف وزاره التربيه في تفعيل دور المتعلم كمحور في العمليه التعليميه وفي ربط المعارف النظريه بالمهارات العمليه. للتربويه السوريه سماهر دنون السويداء. نشرتنا مستمرة بعد الفاصل. دائرة الصحة المدرسية بتربية اللاذقية تقيم ورشة عمل لأطباء الصحة المدرسية. أهلا بكم من جديد. مديرية التربية في اللاذقية دائرة الصحة المدرسية تقيم ورشة عمل لأطباء الصحة المدرسية لمناقشة كيفية التصدي لانتشار وباء كورونا. روعة مخلوف وهذه التغطية. لأنهم أملنا ومستقبلنا، أطفالنا في عيون وزارة التربية ورعايتها، حيث انطلقت في اللاذقية ورشات تدريبية لأطباء وممرضي الصحة المدرسية في المحافظة لتزويدهم بالتعليمات الخاصة المتجددة لوباء كوفيد-19. رح نكون نحن وزارة الصحة بنفس الفرق المشتركة اللي كانت من قبل، بس حيتم محاولة لأنه نأمن شيء اسمه الرابيد تيست أنتيجين اللي هو بيعطينا نتائج الإيجابية أو السلبية خلال نص ساعة. هذا الشيء كتير بيساعد، فحندرب الأطباء من خلال الورشة كيف بتاخد المسحة، كيف يتم التعامل مع المسحات، كيف يتم حفظها. المعلومات الإحصائية حتى هذه اللحظة شيء مطمئن على مستوى البلد. بجوز محافظتنا أرقامها كتير بحد هلق مبين متواضعة بالبيئة المدرسية قياسا لعدد التلاميذ الموجود. نأمل أنه تستمر هذه النسبة، بجوز يكون بده شوية جهد مضاعف منا في الفترة القادمة إن شاء الله. الورشات التي أشرفت عليها الدكتورة هتون طواشي مدير الصحة المدرسية في وزارة التربية أكدت أن العمل مستمر للحفاظ على سلامة المعلمين والطلاب على حد سواء، وأن الوضع تحت السيطرة حتى الآن. ورشة العمل بالأساس قائمة التعريف بالبروتوكول الصحي، بالجديد بالبروتوكول الصحي. نحن البروتوكول الصحي بنعرفه، لكن في تجديد بصورة دائمة للمواصفات اللي له، والتأكيد على الحالات الجديدة اللي بتدخل تحت هذا التعريف. بالنسبة للصحة المدرسية عمل متزامن ومتكامل مع وزارة الصحة وبالتالي مديرية الصحة باللاذقية هون. هي دورة تدريبية من أجل أطباء الصحة المدرسية والمشرفات الصحيات حول موضوع الكورونا وتطبيق البروتوكول الصحي الموجود بالجمهورية العربية السورية، كيف من أجل نقله للكوادر المستوصفات إن كان باللاذقية وريافة
أركيف، ومشان المشرفين الصحيين والأطباء ينقلوا دورا للمدارس كلها. ميزة هالورشات هي تفعيل دور الأطباء الصحة المدرسي والممرضات والتواصل والتنسيق مع منظم مع مديرية الصحة العامة فريق ترصد الوبائي. الغاية الكبرى أنه حصر الإصابات وتنفيذ البروتوكول الصحي اللي أصدرته وزارة التربية بالتعاون مع وزارة الصحة. ويرجو المعنيون أن تثمر الجهود المبذولة في الحد من انتشار الوباء حتى تستمر العملية التعليمية على أحسن ما يكون. روعة مخلوف لأخبار التربوية من اللاذقية. ختام النشرة، تذكير بأهم العناوين. وزارة التربية تقيم دورتان تدريبيتان بكرة اليد للذكور والإناث. مديرية التربية في القنيطرة تؤهل 13 مدرسة. هذا كل ما لدينا، لمزيد من الأخبار زوروا صفحة الفضائية التربوية على الفيسبوك. إلى اللقاء.